صوروا لا صوروا لا. مظاهره اليوم توصل رسائل عديده منها واهمها الاقتتال الحاصل في غوطه دمشق. طبعا يجب ان نقف جميعا في وجه هذا الاقتتال، ونرجو من الله الا تكون هذه الهدنه هي مجال لاقتتال الفصائل فيما بينهم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكلل هذه الثوره بالنصر القريب ان شاء الله. دورتها اهو.